عايزين نتكلم عن مباراة النادي الأهلي بالأمس بشكل أكبر، ومباراة أيضا نادي الزمالك. بينضم لينا هاتفين واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين، طبعا الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، كابتن أحمد عادل. كابتن أحمد منورني في أخبار أون تايم. حبيبي ربنا يخليك، أخبارك إيه؟ والله كله تمام، أخبارك إيه؟ الله طمني عليك. حبيبي زي الفل، كله تمام الحمد كنت لله. لسه طبعا بتكلم عن مباراة الأمس الأهلي وفاركو، وكان فوز قاتل طبعا زي ما شفنا يعني في الثواني الأخيرة، النادي الأهلي 2-1 على فاركو. شفت المباراة دي إزاي؟ خاصة إن عدد من طبعا جمهور النادي الأهلي غير راضي على أداء النادي الأهلي في آخر مبارتين. يمكن مفيش شك يا بدراوي، هو ما يخص النادي الأهلي أو ما يهم النادي الأهلي هو ثلاثة بونت، وزي ما معودنا روح النادي الأهلي إن هي بتلعب للدقيقة، يعني لحد صفارة الحكم بالوقت بدل الضايع، وزي ما بيلقب النادي الأهلي بملوك التسعين، فدي روح النادي الأهلي، وده حاجة مش جديدة على النادي الأهلي. يمكن زي ما بقول لك او انت اتكلمت ان حته فعلا ان اداء النادي الاهلي على مستوى مباراتين مش بنفس الصوره او مش بنفس الشكل اللي مستر كولر بدا بيه، لكن بتبقى فيها مكاسب اهم من الاداء وهي الثلاثه بونت. وانا بشوف ان المباراه يمكن من بعد مشاكل تعرض ليها النادي الاهلي وتصريحات ومشكله قفشه ومشكله مستر كولر واللي حصل في المؤتمر الصحفي، كان وارد ان ده يحصل في المباراة، لكن انا بشوف من الذكاء مستر كولر اتعامل مع الموقف او الوضع بشكل جيد جدا وبذكاء شديد جدا، وخد اللي عايزه من المباراة، والجهاز الفني خد اللي عايزه من المباراة 3 بونت. بس شايف اسباب تراجع مستوى النادي الاهلي في اخر مباراتين يعني بيرجع لايه؟ احنا شايفين تغييرات كتيره جدا في بدايه التشكيل، تاخر كمان في الدفع من اللاعبين على دكه البدلاء، شايف ايه الاسباب اللي وصل بيها لمستوى النادي الاهلي؟ يعني رغم انه تعادل وفاز في المباراه بالامس، لكن يعني الجمهور مش راضي. انا بص، انا مش مع حته كتر التغيير في التشكيل، يعني انا مش مع حته كتر التغيير في التشكيل، وخصوصا انت لو هتلاحظ في المباراه ان الراجل كان بيلعب بدون راس حرب، بيلعب 3 فلات، بيلعب قفشه، وبيلعب عبد القادر سافيو وعبد وكريم القادر فؤاد وبرونو سافيو راس حرب، هو لعب برونو امبارح سافيو، بيه راس حرب. ما يعني ده مركز جديد اعتقد برونو سافيو، برونو سافيو دايما بيلعب 10، ودايما بقول لك الملعب ما يستحملش قفشه وبرونو سافيو، يعني دايما الملعب ما يستحملش الاثنين، لكن بوزيشن جديد على برونو سافيو هو اجتهد فيه بشكل كبير جدا وادى فيه يعني الاقصى ما عنده، لكن مش هتاخد منه ال 100% بتاعته زيه زي الفيرود الاسترايكر الصريح زي شريف زي عصام حسن، زي اي فيرود صريح بيلعب يعني. نعم، لكن انا بشوف ان كتر التغير في طريقة اللعب ده ما بتاخدش ال 100% من اللعيب، يعني من اللاعب ما بتاخدش ال 100% منه، او ثبات التشكيل ده عليه عامل بشكل كبير جدا، ده اعتقد ان هو كتر التغيير في التشكيل هو ده اللي بيأثر على الاداء الجماعي للفرقة، بس هو ده دي وجهة نظري يعني. كابتن احمد عايز اكلمك على حته راس الحربة. شايف ان كولر مش مقتنع باكتر من مواجهة في النادي الاهلي، يعني امبارح كان موجود على دكه البدلاء حسام حسن ومحمد شريف، وبالتالي دفع ببرونو سافيو كمهاجم رغم انه مش مركزه، وفي نفس الوقت استبعاد شادي حسين، وما كان بيبقى موجود بيرسي بتاعه قبل الاصابه كان بيدفع بيه في خط الهجوم. شايف ان واحد من الصفقات الثلاثه اللي الاهلي يتعاقد معاهم في يناير بقى مهاجم صريح؟ ما اعتقدش ان الراجل موصل الصوره او احاديثه ممكن الجانبيه مع اي فرود موجود، بيبقى اكيد الراجل بيبقى مقدر اي لعيب بشكل كبير جدا ومقدر ان هو عايز يلعب، لكن ما بنروحش لعدم قناعه، يعني انا ما بروحش مع مستر كولر ان هو مش مقتنع بشريف او مش مقتنع بحسام حسن انه حتى بيعاد على دكه البدلاء، لكن ممكن بيبقى ليه وجهه نظر معينه ان هو عايز يجرب حد في مركز مش مركزه، فاهمني؟ فممكن يبقى في الفيرود، ممكن عايز يجرب حد في الديفندرات، ممكن ما يلعبش حد ديفندر فممكن يلعب قفشه مثلا 6، ممكن يلعبه 8، هو ده مش مكان قفشه، وممكن هنا يقعد السوليه او يقعد اليو ديانج او يقعد حمدي فتحي، فاهمني يا بدراوي؟ يعني هو مش عشان بيقعده مثلا احتياطي او بيطلعه بره فدي عدم قناعه، او بيلعب حد في مركز مش مركزه ومكانه فدي عدم قناعه، لا ممكن الراجل يكون بيجرب طريقه لعب معينه. لا انا قصدي انه مش ثابت على راس حربه معين، يعني في تغييرات في مركز راس الحربه على طول في النادي الاهلي، كل مباراه بلاقي راس حربه جديد. ممكن تكون دي سياسته، فاهم يعني؟ ممكن تكون دي سياسته ان انا ما بستقرش على الفرود ان هو يلعب كل مباراه، او مش لازم فرود مثلا ما يبقاش موفق او ما بيلعبش، زي ما شفنا مثلا قناعات كانت مستر مانويل جوزيه بفلافيو قعد سنه كامله ما بيجيبش جول بس كل مباراه بيلعبه،
صحيح. هو على قناعات معينه، ممكن الفرود الصريح عند مستر كولر ما بيبقاش مثلا عشان ماشي كويس طول الفتره فياخد كل مباراه، لا انا ممكن اقعدك والعب واحد تاني فاهمني. فهو انا شايف ان الراجل بيجرب، يعني حته ان هو بيجرب غير ان هي مثلا مش مقتنع او بيجرب حد في مركز مش مركزه، هيشوف هيأدي لي 100% هيقدر يأدي المركز ده كويس او لا. فدي وجهة نظري يعني. هدف التعادل في النادي الاهلي يسأل عليه محمد الشناوي اكيد في زاويته، في زاويته. اكيد 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 في زاويه الشناوي، لكن اكيد الشناوي بيبقى ملم بكل ده يعني. والشناوي عنده من الجراءه وعنده من الشخصيه او كابتنه الفرقه ان هو يقدر يلم نفسه تاني فاهم يعني، يلم نفسه تاني يرجع يشتغل على نفسه تاني فاهمني. لكن انا بشوف ان لا في زاويه الشناوي ويسال عليها. اخيرا صفقات بقى اللي محتاجها النادي الاهلي، المراكز اللي بيحتاجها النادي الاهلي في يناير الجاي. لازم دعم في حد مع علي معلول، حد مع علي معلول في الناحيه الشمال. محمد اشرف بيأدي بشكل جيد لكن ما يقدرش يشيل الجبهه لوحده فاهمني. وعلي معلول برضو انت مش هتقدر، انا بشوف يعني، والكلام ده قلته السنه اللي فاتت، ان انت مش هتقدر عامل السن مع علي معلول مش هيقدر ان انت تعتمد عليه سنه كامله فاهمني. صحيح. مع ضغط المباريات في النادي الاهلي، مع كثره البطولات اللي النادي الاهلي بيشارك فيها، مش هيقدر يشيل لك الجبهه طول السنه. المهم انت تدعم حد ناحيه الشمال. في بعض الاوقات لو هتستغنى عن حد من خط الفيرود رقم 9 فلازم تدعم بفيرود. انا بشوف ان هو لازم فيرود يغطي على كل الفراوده الموجوده، يعني يكون من أفضل افضل، منهم يعني، بالتالي يعني من يكون افضل أجنبي. منهم بكتير. ولو اجنبي هيبقى افضل بشكل كبير جدا. فلازم رقم 9 في النادي الاهلي لازم دعم، حد بيكون بمواصفات عماد متعب فلافيو، اللي هو من نص فرصه يجيب لك هدف. لان انت النادي الاهلي بيوصل كتير فاهمني، فمحتاج ان حد يخلص لك المباراه طيب فاهمني. انا عايز اتكلم بقى اخيرا عن مباراه الزمالك وحرس الحدود. شفت اداء نادي الزمالك؟ طبعا كان فوز رائع امبارح نادي الزمالك على فريق حرس الحدود برباعيه نظيفه. اكيد مكسب مهم في ظل دايما والنادي الاهلي بيكسب، هيبقى نادي الزمالك برضو محتاج ان هو يكسب يعني. لان انا بشوف ان السنه دي المنافسه على الدوري شديده جدا بالذات بين الاهلي والزمالك فاهمني. فلازم يعني لازم مع كل مباراه اي مدير فني اي فرقه كبيره بتسعى ان هي ازاي تاخد 3 بونت، اكيد مكسب مهم لنادي الزمالك في ظل النادي الاهلي برضو بيكسب. فاتوقع ان لا الدوري بشكل مختلف السنه دي، وخصوصا هيبقى فيه تنافسيه بين الاهلي والزمالك بعكس السنين السابقه. لا الوضع مع نادي الزمالك افضل من السنين اللي فاتت، واتوقع المنافسه هتبقى شديده على بطوله الدوري اكيد. واحنا نتمنى ذلك طبعا. كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني في اخبار وانت حبيبي.